طيب نحل النهاردة إن شاء الله يا جماعة شوية أسئلة كده عشان الفاينل إن شاء الله، شوية على الكاباسيتورز وشوية على الماجنتيك فيلد وكده، الماجنتيزم يعني. أتمنى إن شاء الله يكون مفيد ليكم يعني إن شاء الله. طيب نبدأ بأول سؤال، بيقول إن عندنا إيه؟ inserting a dielectric material between two charged parallel conducting plates originally separated by air and disconnected from a battery. طيب will produce what effect on a capacitor. طب حلو قوي السؤال ده، فيه كذا معلومة عايزين ناخد بالنا منهم عشان في حاجات منها ايه بتلخبط. طيب دلوقتي انا لو عندي كاباستور، انا عارف ان القانون الاساسي بتاع الكاباستنس اللي هو عندي السي equal كي ابسلون نوت multiplied by a over d. طيب ايه البارامترز دي؟ ال اي دي الابسلون نوت دي اللي هي ايه عندنا، اللي هي كونستانت عندنا اللي هو بتاع الاير، تمام. والاي ده اللي هو الايه الاريا بتاعت ايه البارال بليتس، تمام. البارال بليتس كده كل واحده فيهم لهم اريا يعني، ده معنى ايه الكلام ده؟ طيب ده كده الاريا بتاعتنا. طب والدي، الدي اللي هي السيبريتنج ديستانس ما بين الاثنين. طيب الكي دي اللي هو ايه، لو انا حطيت ماتيريال داي الكتريك مثلا ما بين التو بليتس اللي هو موجودين عندي، بس مكان الاير يعني. طيب دلوقتي انا عندي بقى ايه، انا لما احط انزرت داي الكتريك ماتيريال او العب مثلا في الدي او اي حاجه، ايه اللي هيحصل؟ هيغير الفاليو بتاعت السي. طيب حلو قوي، وانا عندي في لو تاني بيقول لي ايه، ان انا عندي السي ايكوال كيو اوفر الفي. طيب طالما السي اتغيرت الكيو هتتغير او الفي هتتغير او ممكن الاثنين، طب ده هنعرفه على حسب ايه بقى؟ دلوقتي يا جماعه انا لو بيقول لي ايه، انا عندي في باتري، عندي في كاباستنس، تمام، ديسكونكتد فروم ا باتري، يعني انا بلعب فيها وبعمل داي الكتريك ماتيريال والكاباستور ده ايه لوحده كده، حطيت داي الكتريك ماتيريال وهو ديسكونكتد فروم ا باتري يعني مش متوصل بباتري، في الحاله دي الكاباستنس هتتغير، تمام، يبقى الكاباستنس هيحصل لها ايه تشينج. طيب ونفس الوقت في حاجه برده عندي، ايه هي؟ ان انا عندي بما ان الكاباستنس اتغيرت ماشي، طب انا عندي اتفقنا ان ايه السي ايكوال كيو اوفر في. طيب دلوقتي مين بقى هيتغير، الكيو ولا الفي ولا الاثنين ولا ايه اللي هيحصل؟ طب انا لما اعمل الكلام ده فيها ديسكونكتد فروم باتري، انا لما اكون الاول موصلها بباتري وشحنت وكل حاجه هيبقى عليها تشارج معينه ثابته. طب لما اعملها ديسكونكشن في الحاله دي برضه هتفضل نفس التشارج ثابته، ففي الحاله دي الكيو بتاعنا تفضل ثابته كونستنت، والفي ايه هي اللي هتتغير مع ايه السي. يبقى انا كده ايه عرفت ايه اللي هيحصل. طيب لو انا قمت رايح لعبت في البارامترز، بس في الحاله دي ايه، انا موصل الكاباستور بباتري، تمام، طب ايه اللي هيحصل في الحاله زي دي؟ انا عندي، انا لما اكون موصل الكاباستور بالباتري انا عارف ان هو في الاستيدي ستيت بتاع الكاباستور او بتاع السيركت عامه، ان هو خلاص بعد فتره ما الكاباستور اللي تشارج عليه هيبقى قد، يعني مثلا لو انا عندي اللي تشارج على الباتري في هيبقى اللي تشارج برضه على الكاباستور في. طب في الحاله دي انا مثبت البوتنشال ديفرنس ما بين التو تيرمينالز بتوع الكاباستور، يعني في الحاله دي لا خلاص الفي عندي ثابته، لو انا عملت اي حاجه في السي، السي اتغيرت حصل لها تشينج، يبقى هنا اللعب اللي هيحصل فين؟ في الكيو، الكيو هي اللي هيحصل لها ايه؟ تشينج. يبقى انا في الحاله دي التشينج هيبقى في الايه؟ في الكيو. طيب السؤال هنا بيقول لي ايه؟ انزرتنج اداي الكتريك ماتيريال، حلو؟ ويل بروديوس وات افكت؟ وهي بيقول لي ان هي ديسكونكتد فروم باتري. طيب في الكيس دي انا عندي، في الحاله دي كده انا عندي ايه؟ السي بتتغير والفي بتتغير لان هي طالما ديسكونكتد يبقى كيو ثابته. طب حلو قوي. طب الاول كان عايز اشوف ايه اللي هيحصل للكاباستنس. طب انزرتنج اداي الكتريك ماتيريال هيخلي ان الكي بتاعتي اكبر من ال1 اللي هي اكبر من بتاعه الاير، الاير ب1، يبقى في الحاله دي كده ايه اللي هيحصل؟ في الحاله دي الكاباستنس هتزيد، يبقى انا عندي الكاباستنس هتزيد. طب ما فيش مشكله، طب من نفس اللو اللي هو ده ممكن اقول ان الفي ايكوال كيو اوفر سي، يبقى الكاباستنس لما تزيد والكيو ثابته ايه اللي هيحصل للفي؟ هتقل. يبقى في الحاله دي الايفكت اللي عندي ان الكاباستنس هيحصل لها انكريز والفولتج برده هيحصل له ايه؟ ديكريز. طبعا هو في هنا اثنين اختيارين صح في السؤال ده، ما اعرفش بقى يعني دي غلطه في الامتحان يعني، مثلا ده كان اصل السؤال يعني، انا عارف ان احنا خدنا فيه وقت شويه بس هو مهم. طيب نخش على اللي بعد كده، بيقول لي ايه؟ عندي اوبزيت فيجر ومديني، بيقول لي ايه؟ بيقول
مديني البولاريتيز بتاع الكاباسيتورز وبتاع باتري موجوده، بيقول لي ان البوتنشال ديفرنس بتوين اي اند بي از 10 فولت، يبقى في اي بي ايكوال 10 فولت، اللي هو معناه ان في اي ماينس في بي ايكوال ايه 10 فولت. طيب حلو، بيقول وات ويل بي ذا بوتنشال ديفرنس اكروس ذا كاباسيتور اوف ايه 2 مايكرو فاراد، اللي هو ده كده 2 مايكرو فاراد وده 3 مايكرو فاراد، ودي البوزيتيف ودي النيجاتيف ودي برضو باتري 5 فولت. طيب عايزين نجيبها هنعملها ازاي؟ الاول دي هتتحل بكرشوف. طب هنعتبر كرشوف يعني هنحلها بكرشوف ازاي؟ طيب اول انا ممكن اسمي الفولتج على ال 2 مايكرو فاراد اللي انا عايزها ده في 1، وعلى ال 3 مايكرو فاراد هسميها في 2. طيب في حاجه دلوقتي انا عندي في 1 انون وفي 2 انون، طب يبقى انا كده ايه؟ في ماثيماتيكال رول بتقول ان انا لو عندي 2 انونز فانا محتاج ايه؟ 2 ايكويشنز. طب هجيب ال 2 ايكويشنز ازاي؟ طب احنا كنا بنحل كرشوف بثلاثه ايكويشنز لاننا عندنا 3 انونز. طيب يبقى احنا هنا محتاجين بكرشوف 2 انونز. طب ايه هنعمل 2 ايكويشنز؟ طب الكلام ده هنعمله ازاي؟ اول حاجه انا عندي الكرنت اللي معدي هنا، الكلام ده كله سيريز مع بعضه، فيبقى الكلام ده هو ايه؟ واحد. طيب فيبقى انا عندي الكرنت اللي هنا هو اللي ماشي هنا، فنفس التشارجز اللي على ده هيها نفس التشارجز اللي على ده. طيب او ممكن نجيبها بالكرنت. طب انا الكرنت اللي ماشي في الكباستور الاولاني عباره عن ايه؟ عباره عن السي بتاعته اللي هي سي 1 اللي هي 2 مايكرو فاراد. الكرنت عامه بتاع الكباستور عباره عن ايه؟ عن سي دلتا في اوفر دلتا تي، ده له ثابت معروف. طيب هنا بما ان سي دلتا في اوفر دلتا تي في الاثنين هيبقوا قد بعض، فمثلا هقول سي 1 دلتا في 1 اللي هي الفي 1 دي ايكوال سي 2 دلتا في 2 اوفر دلتا تي، فدي دلتا تي هتكنسل مع دلتا تي، فيبقى لي ايه؟ ان سي 1 في 1 ايكوال سي 2 في 2، ومنها نقدر نقول ان سي 1 اوفر سي 2 ايكوال في 2 اوفر في 1. طيب السي 1 هنا عندك كام؟ ب 2 مايكرو فاراد، وده سي 2 ب 3 مايكرو فاراد، فيبقى 2 اوفر 3 ايكوال V2 over V1. ده أول إيه؟ equation اللي إحنا ممكن نطلع منها نقول إن أنا عندي V2 equal إيه بقى؟ 2 over 3 V1. طيب دي كده أول equation إيه؟ حلناها. طيب equation الثانية هنجيبها بقى منين؟ هنجيبها من البوتنشال ديفرنس. طيب في الحالة دي إحنا ممكن نعتبر إن ده يعني إيه؟ هنمشيها بكرشوف. إزاي؟ إن أنا عندي المفروض إن البوتنشال ديفرنس between A and B تمام؟ الحتة دي كده potential difference ده 10 فولت. هنمشيها ازاي بقى؟ مفيش مشكله، هنمشيها زي ما احنا متعودين عادي خالص، اللي هو انا عندي 10 فولت عباره عن potential difference ما بين A and B. طيب احنا ماشيين هنا في اتجاه البتري، في اتجاه من في الكاباستور من البوزيتيف للنيجاتيف، يبقى في الحاله دي هنقول ايه؟ في 1، مش هنحطها بالنيجاتيف. طيب بعد كده احنا ماشيين في البتري من النيجاتيف للبوزيتيف، يبقى هنحط نيجاتيف، يبقى نيجاتيف 5 فولت. بعد كده هنا عندي ايه؟ انا ماشي في الكباستور الثاني من البوزيتيف للنيجاتيف، يبقى هحط البوزيتيف، يبقى بوزيتيف في 2. يبقى انا في الحاله دي هلاقي ان في 1 بلس في 2 ايكوال ايه بقى؟ ايكوال 15. فبقى انا عندي 2 ايكويشنز موجودين فيهم 2 انونز، اقدر اسولف ايه؟ 2 ايكويشنز في 2 انونز دول واحلهم. لو اقول مثلا في الحاله دي انا هشيل ال في 2 واحط مكانها 2 اوفر 3 في 1، فانا هقول ايه؟ يبقى هنا عندي في 1 بلس 2 اوفر 3 في 1 equal 15، وانا عندي 5 over 3 v1 equal 15، ومنها هنكنسل ده فهنضرب في 3 over 5 وده هيكنسل، يبقى انا عندي كام؟ 9 فولت. يبقى ال v1 اللي هو الفولتج على ال 2 مايكرو فاراد equal كام؟ 9 فولت. يبقى ده الاجابه بتاعت ايه؟ C. طيب نخش على السؤال اللي بعده. طيب السؤال اللي بعده ده فيه فكره حلوه قوي، بتقول ايه؟ ابارد بيت كاباستور كاباستنس سي has a plate of area A with separation D between them. بيقول when it is connected to a battery of voltage V, it has a charge of magnitude Q. تمام؟ on its plate. بيقول the plates are moved apart to separation to D. طيب يبقى في الحالة دي أنا عارف هنرجع نقول إن أنا عندي C عبارة عن epsilon naught في K multiplied by A over D. طيب بعد كده ده كده البارامترز بتاع الكاباستور، بيقول لي الدي بقى 2 دي. حلو، بيقول لي ايه؟ while the capacitor remains connected to the battery, what are the magnitude of the charge on the plates and the potential difference between them?
طب حلو، احنا اتفقنا في الحالة دي بطارية اهي متوصل بكاباستور، تمام. في الحالة دي احنا اتفقنا لما بيلعب في حاجة من البارامترز بتاعة الكاباسنس، الكاباسنس بتتغير بيحصل فيها تشينج. طب ايه اللي ثابت؟ الفي. بل اللي هيتغير عندي ايه؟ الكيو. طب يبقى انا عندي، انا عارف ان الكيو ايكوال سي في. طب انا عايز اشوف الاول ايه اللي هيحصل للفي، احنا عارفين ان الفي ثابته. طب معنى كده ان دي غلط، لان بيقول هنا 2 في، فالكلام ده غلط. طيب نشوف بقى ايه اللي هيحصل. الاول بيقول ايه؟ ان السيبريشن زاد وانا عندي الدي في الدينومينيتور، فلما الدي تدبل يبقى السي ايه؟ هتقل للنص، فهتبقى السي هتتحول لايه؟ لهاف سي. طيب بعد كده، طب انا بما ان عندي الكيو ايكوال سي في، تمام، يبقى انا عندي الكيو ايكوال ايه؟ سي في. كويس قوي. طب يبقى اما السي تقل للنص يبقى الكيو هي كمان هتقل للايه؟ للنص. يبقى انا عندي الكيو هتبقى ايه؟ النص كيو، لان السي اتضربت في هاف، يبقى الايه؟ الكيو هي كمان هتبقى هاف هي كمان. فيبقى انا عندي الانسر هيبقى ايه؟ يبقى انا عندي هاف كيو وفي. ده كده ايه الاجابه بتاعت ايه السؤال ده. ممكن حد يقول ايه؟ ان انا عندي والله ان السي مثلا ايكوال كيو اوفر في، فانا برضه عندي دي قلت للنص ودي ثابته، يبقى دي قلت للنص ودي ثابته، يبقى دي قلت هي كمان للنص، برضه نفس الفكره. ممكن حد يعمل اي طريقه يعني. طيب خش على ايه السؤال اللي بعد كده. بيقول ايه؟ A parallel plate capacitor of capacitance C stores a charge Q at a potential difference V، تمام؟ بيقول the energy stored in the capacitor is U. بيقول if the voltage applied to the capacitor by a battery is doubled to 2V، which statement is A true؟ هو بيتكلم عن الايه؟ الانرجي والكلام ده. طب حلو. الاول كده ايه؟ نشوف القوانين بتاعتنا اللي احنا هنشتغل عليها. هو عايز يشوف ايه اللي يحصل للانرجي ستورد وايه اللي يحصل للايه؟ للتشارج. طب انا عندي بيقول ايه؟ ان انا عندي السي ايكوال كيو اوفر في، وعندي قانون الانرجي اللي هو بتاعنا اللي هو بيقول ايه؟ ان انا عندي عباره عن هاف كيو في او هاف سي في سكوير او هاف كيو سكويرد اوفر سي، اي حاجه من القوانين دي تنفع يعني. طيب هو عايز يشوف بيقول ايه بقى؟ بيقول انا عندي الفولتج applied to the capacitor by the battery is double to 2V. طيب لما انا عندي، هو ما اتكلمش عن الكاباستنس يبقى هي ثابته، يبقى انا ممكن اقدر اقول برضو ان انا عندي ايه؟ ان الكيو ايكوال سي في. طب لما الفي دي يحصل لها دبلنج والسي ثابته، يبقى الكيو يحصل لها دبلنج، يبقى الكيو هتتحول لايه؟ ل2 كيو. طيب كويس قوي. طب ايه اللي هيحصل للانرجي؟ طب احنا هنا لو احنا عملنا سبستيوشن هنا في اي واحد فيهم مثلا ليت سيف ده، فنقول ان انا عندي هاف سي 2V squared، فيطلع لي ايه؟ ان half C multiplied by 4V squared. لو انا خدت ال 4 دي بره يبقى half multiplied by half CV squared، يبقى ايه اللي حصل للانرجي؟ حصل لها ان هي انضربت بفاكتور اوف 4، يبقى بقت multiplied by a factor of 4. طيب يبقى انا عندي ان الانرجي هيحصل لها هتبقى تزيد لاربع اضعافها، وعندي الايه؟ الكيو هتزيد للضعف، يبقى انا عندي الانرجي هيحصل لها فور، تبقى انكريس فور تايمز، تمام، اند التشارج از دبل، يبقى الانسر هي نمبر دي. يبقى ده كده كان سؤال على الايه؟ التشارجنج والانرجي. طب السؤال اللي موجود رقم 29 ده ناقص، في حاجه غلط يعني فمش هنحله. 30 بيقول ايه؟ consider the electric circuit shown in the opposite figure and assume the battery has zero internal resistance. طيب just after the switch is closed, what is the current in the battery? طب حلو. عندنا حاجة لازم نعرفها، إن أنا لما بيكون just after إن الـ switch is closed، يعني لسه خلاص السيركت بدأ يسري فيها current، يشتغل فيها current، في الحالة دي أنا بعامل الكاباستور على إنه short circuit. يعني إيه short circuit؟ يعني على إنه سلك فاضي. يبقى أنا في الحالة دي هعتبر إن هي مفيش كاباستور هنا، وهعتبر إن هو إيه؟ سلك فاضي. طيب بعد وقت، بعد ما خلاص يعني مثلا ليتس سي 4 5 ثواني، ممكن في بعض الاوقات ثانيه، ممكن 100 ثانيه، قصدي ممكن 100 ملي ثانيه، حسب البارامترز اللي احنا عارفينها اللي هي التايم كونستنت، اللي هي المفروض بعد 5 تايم كونستنت
يعتبر ستيدي. طب ايه اللي بيحصل بعد 5 تايم كونستنت؟ بيبقى الباتري تشارجد، فولي تشارجد خلاص. ففي الحاله دي بنعتبرها اسمها ايه؟ اوبن سيركت. ازاي؟ يعني انا بعتبرها ان انا بقت حته مفتوحه، يعني بدل هنا الكاباستور دي، يعني مثلا هنا ار اهو، ده في حاله الاوبن سيركت بيبقى خلاص اهو، كان انا في سويتش هنا وفتحته ار ثانيه اهي، دي كده ده معنى كده الايه؟ الاوبن سيركت. طيب الحاله الاولانيه اللي قلت عليها لا شورت سيركت، بعتبر ان هو ايه؟ سلك فاضي. الكاباستور ده عباره عن سلك فاضي. طيب لو انا اعتبرت الكاباستور عباره عن سلك فاضي زي ما انا قلت كده اهو في الحاله دي، طب انا عايز الايه؟ الكرنت في الباتري. طب الكرنت في الباتري عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن في اوفر ار ايكويفالنت. طب الفي بتاعنا عباره عن ايه؟ هو مدهن هنا اللي هي ايبسون دي، او الرمز بتاع اي ام اف. طيب الار ايكويفالنت هنا في الحاله دي، انا عندي السويتش مقفول اهو، وده عباره عن شورت سيركت، فهجيب الكارنت ازاي؟ عادي خالص، الاول هجيب الايكويفالنت بتاعنا، الاثنين دول بارلل مع بعض، فالايكويفالنت بتاعهم بما انهم قد بعض واثنين بارلل، فيبقى الايه؟ الايكويفالنت بتاعهم عباره عن ايه؟ عن ار اوفر 2. طب لما انا هنا هديفايد ايبسون اوبس اللي هو الاي ام اف اوفر ار اوفر 2، هيديني ايه بقى؟ هيديني 2 اي ام اف اوفر ايه؟ ار، اللي هو نمبر سي. طب لو انا قلت بقى بعد الستيدي ستيت، الحاله اللي انا قلت عليها بقى اللي هي انا عمل لي فيها اوبن سيركت، لما بقى عندي شكل السيركت عامل كده اهو، ادي ار الاولانيه، وادي الار في اوبن سيركت اهو خلاص، وادي الايه؟ الار الثانيه. فالار الثانيه دي نعتبرها انها خلاص مش موجوده في السيركت، خلاص بقى كده. في الحاله اللي هو بقى انا عندي الكباستور فول تشارج، فانا في الحاله دي هيبقى انا عندي الاي عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن الاي ام اف اوفر ار على طول، انما في السؤال بتاعنا تبقى نمبر سي. طيب نخش على اللي بعد كده. معلش لسه هو في مشكلة، زي في كونكشن كده، مشكلة بتأخر على ميزر. ظهر في مشكلة، بس ثواني كده يا جماعة، معلش اللي بيتفرج على الفيديو دلوقتي يبقى في مشكلة، معرفش ايه هي. طب ممكن نحل أسئلة تانية ونسيب ده للآخر، يعني مفهوم سؤالين. طيب نخش بقى على أسئلة ماجنتيزم ونسيب باقي الكباستور للآخر. بيقول هنا ايه؟ You have got four patterns of magnetic fields A and B and C and D. Which pattern represents the magnetic field between two like magnetic poles. طيب ده كده يعتبر عندي two different magnetic poles south and north، يعني اهو رايح من واحد للتاني وهكذا. طيب بي نفس الشغل، الفكره سي بقى نفس الفكره، اللي هو يعني مفيش مش رايح من واحد للتاني، لا يعني هو واحد هنا مثلا، واحد خارج منه والتاني داخل له، واحد خارج منه والتاني داخل له، انما الاثنين دول خارج منه. طب في الحاله دي يبقى هما الاثنين ايه؟ تو لايك زي بعض. طيب السؤال اللي بعده بيقول ايه؟ You have got four patterns of magnetic fields A and B and C and D. Which pattern represents the magnetic field produced by an electric current through a circular A loop؟ طبعا معروف اللي هو بتاع السيركلر لوب بيبقى ده اللي هو نمبر، يعني اللي هو تقريبا نمبر دي اللي هو الشكل ده كده. ليه بقى؟ لان انا عندي السيركلر لوب، يعني ده كده عارفين ان ده بتاع الواير اللي هو بتاع الستريت واير ده كده، كانه ستريت واير كده تمام. فانا بعتبر اللوب عباره عن تو ستريت، يعني ممكن انا ريبريزنته بتو ستريت وايرز كده، يعني اللي هو السيركلر لوب، وكل واحد فيهم ايه؟ بتاعه شبه بتاع الواير بالظبط زي ما هو موجود كده تمام. فبس هنلاقي ايه؟ في شويه ديفيشن كده، يعني ايه؟ حاجات يعني مش سيركلر قوي، او مش كونسنتريك سيركلز، او السيركلر يعني مايله لناحيه وبعيده عن ناحيه ثانيه يعني. فده التفسير بتاعها اللي هو في الحاله دي هيبقى السؤال ده، هيبقى الاجابه دي. طيب نمبر 23 بيقول ايه؟ بيقول it's advisable not to live near transmission power lines. طب حلو. The reason beyond this is. طب حلو. في الحاله دي انا عارف ان ان انا لو عندي اي كرنت موجود في السلوك ده بيطلع ماجنتيك فيلد،
طيب الماجنتيك فيلد ده لما في الحاله دي، يعني احنا عارفين الماجنتيك فيلد ده لما بيبقى بيتعرض لمخ الانسان او جسم الانسان، تمام، ده مش حاجه كويسه. طيب يبقى انا عندي الفارينج ماجنتيك فيلدز اللي هي موجوده، اللي هي نتيجه الكرنتس اللي ماشي فيها، السلوك اللي ماشي فيها الكرنت دي يعني، بيبقى او الكرنت اللي ماشي في السلوك ده بيندوس كرنتس جوه الجسم، تمام. ففي الحاله دي ده بيأثر، يعني احنا عندنا الاشارات في جسمنا بتتنقل اظن عن طريق الايون صوديوم بامبس اللي هم دول يعتبروا ايه؟ يعني يعتبروا كارنت، لان عندنا تشارجز بتتحرك، فده بيندوس كارنت جوه الجسم، فبيعمل خلل في الاشارات العصبيه بتاع الجسم. فعشان كده يبقى ايه؟ بيأثر على ايه؟ الهيومن بودي. طبعا يعني لو قلت حاجه غلط فانا يعني عذرا، انا ما كنتش بيولوجي فممكن تكون معلومتي غلط، او يعني الله اعلم يعني. طيب 24 بيقول ايه؟ A vertical straight line, a straight wire, تمام؟ اللي هو straight line يعني wire, carries a current upwards, placed normally to the Earth's magnetic field, which is directed to the north. زي ما هو موجود في الشكل كده. Which point is expected to be a neutral point. طب حلو. طيب انا لو خدت بالي ان ده كده، ده الواير اهو، الواير داخل يعني اتجاه الكرنت اللي موجود في الواير دوت، يعني كأن الكرنت كده ايه ماشي خارج من البيج بالشكل ده. طيب انا لو عملت ابلاينج للرول اللي هو انا عشان اجيب اتجاه الفيلد بتاع الواير ده، يعني في الحاله دي ايه؟ انا هطلع صابعي كبير بره الصفحه، وصابع باقي صوابع ايدي هتلف ايه؟ مع الاتجاه بتاع الوايرز، قصدي اتجاه الفيلد عامه. فهنلاقي في الحاله دي ايه؟ ان انا عندي الفيلد هيبقى بيلف في سيركل، في السيركل اللي موجوده بالشكل ده كده اهو، موجود كده، موجود كده، قصدي موجود كده، وبعدين موجود كده. طيب احنا اتجاه الفيلد عند اي بوينت في السيركل بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن التانجنت للايه؟ عند البوينت دي. في الحاله دي اتجاهه كده، في الحاله دي اتجاهه كده، تمام، في الحاله دي اتجاهه كده، في الحاله دي اتجاهه كده. طيب انا نيوترال بوينت، يبقى انا عندي مفيش ماجنتيك فيلد. طب بما ان الماجنتيك فيلد لفوق، عشان يحصل نيوترال بوينت يبقى انا عايز الاتجاه الفيلد يكون عكسه، عشان يحصل ما بينهم فانيشنج، ده يكنسل ده. ففي الحاله دي ما بتوفرش غير عند واي، لان تو اوبوزيت. ففي الحاله دي يبقى واي كان بي نيوترال بوينت. طبعا عند الاكس مش نيوترال لانهم بيربنديكولر، نفس الكلام عند الزد، وعند البوينت الاولانيه دي كده هما في نفس الدايركشن، فاستحاله يكنسلوا بعض لان ده فيكتورز، هيبقى زي اد اب تو اتش اذر يعني. طيب نخش على اللي بعد كده. بيقول a neutral point lies exactly at the midpoint between two parallel wires carrying electric current. طيب على السريع كده نفكر بالحوار بتاع الكرنتس الموجوده دي. دلوقتي انا عندي two wires الاثنين parallel، يعني parallel وفيهم الكرنت في نفس الدايركشن. في الحاله دي هنا اكسس مثلا، وهنا دوتس، وهنا دوتس نتيجه الاولاني ده، تمام. وعشان بس نعمل لون مختلف عشان نقدر ندستنجوش ما بين الاثنين، فمثلا هنا نتيجه ده يبقى فيه هنا اكسس، تمام، وهنا دوتس. طيب امتى يحصل فانيشنج في النص ما بين الاثنين؟ يبقى في الحاله دي ان انا النيوترال بوينت بتاعي تبقى ما بين الاثنين. طب لو كان الاثنين فيهم كرنتس عكس بعض، لا، نيوترال بوينت تبقى هنا او هنا. طيب دلوقتي انا عايز اجيب النيوترال بوينت تبقى في الميد بوينت بالظبط. طب عشان تبقى في الميد بوينت بالظبط، طالما هما الاثنين يبقوا في نفس الدايركشن ويبقوا تو ايكوال ايه كارنز، يبقى عشان يبقى في الميد بوينت بالظبط ما بينهم هما الاثنين، يبقى سيم دايركشن سيم ماجنتيود. طيب يبقى انا في الحاله دي انا عايز يبقى اف تو كارنز ار ايكوال اند فلو ان وان ايه دايركشن. طيب لو انا عندي يعني عشان مش يعني عشان لو جات لكم في الامتحان يعني، طب لو انا عندي مثلا هنا اي 1 وهنا اي 2 في حوار ان الاثنين عكس بعض يعني، ففي الحاله دي بيبقى دايما اقرب للاتجاهه، اقرب يعني للكرنت بتاعه اقل. يعني مثلا لو انا عندي اي 2 اقل من اي 1 فهيبقى قريب من يبقى في ناحيه اي 2 هنا كده. طب لو كان العكس، لو انا عندي اي 1 اصغر من اي 2 فانا كان هيبقى عندي النيوترال بوينت في الحته دي. طب لو انا عندي الاثنين تو كرنت في اوبزيت دايركشن وعندي اي 1 ايكوال تو اي 2، يبقى انا في الحاله دي ايه؟ ما عنديش نيوترال بوينت، يبقى استحاله يكون عندي ايه؟ نيوترال بوينت. ده عشان يعني نفس الفكره ممكن يجيب عليها اسئله. طيب بيقول ايه؟ A straight wire carries an electric current of intensity I. بيقول ايه؟ The magnetic flux density at a point that lies at a normal distance d، تمام؟ from
it is beta. بيقول if the distance is halved and the current intensity is doubled, the magnetic flux density at the point would be. طب حلو تعالى نرسم كده. وده انا عندي ستريت واير اهو. carries a current of intensity r. حلو. بيقول the magnetic flux density at a point that is lies at يعني distance d اهو عباره عن ايه؟ عباره عن بيتا، ممكن يكون اصل بي يعني في الحاله دي. طيب بيقول ايه؟ لو الديستنس هاف، طب الاول احنا اللود بتاعنا ايه؟ ان انا عندي البي او الماجنتيك فلوكس ايكوال ميو اي اوفر 2 باي دي. طيب بيقول لو انا عندي الديستنس از هاف بقت هاف دي تمام، وعندي ايه؟ الكرنت انتنستي از دبلد، فبقى عندي في الحاله دي ايه؟ ان هي عباره عن ميو 2 اي اوفر 2 باي هاف دي. طيب الهاف هتطلع فوق ب 2، فيبقى انا عندي ايه بقى؟ يبقى في الحاله دي الفلوكس ايكوال 2 ملتبلايد باي 2 ملتبلايد باي ميو اي اوفر 2 باي دي 2 ملتبلايد باي 2 4. يبقى في الحاله دي ايه؟ الفلوكس بقى ملتبلايد باي ايه؟ بقى 4. يبقى دي الانسر بتاعت ايه؟ السؤال ده. اظن السؤال ده دايركت ما فيهوش مشكله. طيب بيقول ايه؟ 27 decide on a conductor that produces a magnetic flux pattern as an electric current passes through it is similar to that of bar magnet. معروف ان الباترن بتاع الفلوكس بتاعه شبه البار ماجنت هو ايه؟ السولنويد. وتبع الشورت ماجنت هو ايه؟ السيركلر لوب. يعني شبه الشورت ماجنت يبقى شبه ايه؟ السيركلر لوب. طيب بيقول هنا ايه؟ the wire carries an electric current from right تمام to left. يبقى رايح من right to left، يبقى هو الكرنت ماشي هو ده الرايت اوت ليفت، يبقى الكرنت اتجاهه كده. و يعني and placed perpendicular to the direction of magnetic flux pointed into the ايه؟ the page داخل جوه، المفروض اتجاهه كده اهو لجوه الصفحه. طيب بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي watch direction الفرصه هتكون فيه، يعني الفرصه هتكون في اي direction. طبعا بما ان واحد كده واحد جوه الصفحه فمعروف يا اما هيكون لفوق يا اما لتحت، يعني عشان ما نلخبطش نفسنا. طب يبقى في الحاله دي يا اما فوق يا اما لتحت، يبقى احنا هنشيل فروم ليفت تو رايت من الاختيارات وهنشيل ايه اوت اوف ذا بيج من ايه من الاختيارات، يعني ده ما ينفعش. طب نشوف بقى بعد كده بقى هتبقى ايه، يعني اما رايح للتوب يا اما رايح للايه للبوتوم. طبعا هنستخدم ايه الليفت هاند ايه رول. لو احنا استخدمنا الليفت هاند رول في الحاله دي هنلاقي ان انا عندي في الحاله دي ايه؟ ان الكرنت ان الفورس رايحه ايه؟ داون تو ذا بوتوم اوف ذا بيج، هنلاقي ان اتجاه الفورس نازل لتحت كده. طيب ده ايه؟ الكلام ده اللي عندنا يعني. طيب ده نتيجه ايه بقى؟ ان انا عندي تو فيكتورز يعني يعتبر عامل لهم كروس برودكت وطالع منهم ايه ده؟ طيب هل ممكن تتجاب بطريقه ثانيه؟ يعني اعتبروني يعني ده مش عليكم في المنهج بس ممكن اقول ليه. ده عندنا يعتبر ايه؟ يعني ممكن الناس ما تاخدش بالها منه قوي. انا عندي انتو ذا بيج ده، يعني ممكن اعمل دي كوردينيتس ده زد وده اكس وده واي. طبعا احنا عارفين ان ده كي وده اي وده جي. طيب دلوقتي انا عندي اتجاه الفلكس رايح في ايه بقى؟ يعني اتجاه الفلكس هنا انتو ذا بيج اللي هو رايح في النيجاتيف نيجاتيف اي، وعندي الاتجاه بتاع الكرنت رايح للليفت اللي هو رايح في ايه بقى؟ في الواي بس في النيجاتيف اللي هو رايح في النيجاتيف جي. طيب في الحاله دي انا عندي اهو ده كده الاتجاه بتاع البي وده الاتجاه بتاع الايه الكرنت تمام، ده اتجاه ايه الكرنت. طيب يعني يبقى دلوقتي انا عندي ايه؟ ممكن اجيب الاتجاه الاي كروس، يعني مش من ماجنتيود دايركشن لا اتجاه الاي بس، الاي دايركشن كروس الدايركشن بتاع ايه البي كدايركشن بس. طيب
في الحاله دي انا قلت ايه، جي كروس نيجاتيف جي كروس نيجاتيف اي، فالنيجاتيف هتكنسل مع بعضها، ويبقى انا عندي جي كروس الاي معروف ان هو بايه، بنيجاتيف كي، اللي هو فعلا ايه لتحت، اللي هو رايح لقيناه فعلا لما عملناه بالليفت هاند رول نزل ايه لتحت. ده طريقه يعني ممكن عايزين تستخدموها تستخدموها، هتنسوا او حد بيتلخبط في الاتجاهات بلاش يستخدمها يعني. بس عامه القانون مش اتجاه الاي كروس البي، يعني حاجه اسمها الكرنت لينث اليمنت حاجه زي كده، بس اعتبرها اتجاه الاي كروس اتجاه البي. فده ممكن يعني لو حد ما بيعرفش يجاوب الاتجاهات ممكن تتجاب بالطريقه دي بسهوله ان شاء الله يعني. طيب بعد كده نخش على المساله اللي بعد كده، بيقول ايه بقى نمبر 29، بيقول which diagram represents correctly the force between two parallel wires carrying a current. طيب حلو، انا عندي يا اما بيحصل ما بينهم اتراكشن يا اما بيحصل ايه ما بينهم ريبولشن، عشان كان يبقى نستبعد الشكل ده مبدئيا، لان ده لا محصل اتراكشن ولا محصل ريبولشن، يعني ده الاثنين رايحين في نفس الاتجاه يعني parallel لبعض، يا اما المفروض الاثنين يا اما رايحين لبعض يا اما رايحين عكس بعض، فاللي موجود في نمبر سي ده غلط. طيب two parallel wires carrying a current، طيب حد ممكن يجيبها بطريقتين، اللي هو ازاي نقول انا عندي مثلا لو انا عندي تو كرنتس اهم في نفس الاتجاه، فاتفقنا ده بيعمل اكسس هنا وبيعمل دوتس هنا، والتاني بيعمل اكسس هنا وبيعمل دوتس هنا. طيب فالماجنتيود بتاع الفلكس بره بيبقى اكبر من الماجنتيود بتاع الايه الفلكس جوه، فانا كده ايه الفلكس يعني اللي بره بيضغط من ناحيتين بحيث ان هو ايه يخليهم يروحوا ناحيه بعض، بيبقى لو هما الاثنين بالل وفيهم الكرنت في نفس الاتجاه تمام فيبقى ايه بيحصل ما بينهم ايه اتراكشن. يبقى لما يبقوا الاثنين كرنت فيهم يعني لما يبقوا الاثنين فيهم كرنت في نفس الاتجاه بيحصل ما بينهم ايه اتراكشن. طيب لو هما كرنت فيهم كرنت ايه وعكس الاتجاه، يعني واحد كده والتاني ايه كده، فاتفقنا ده هيعمل اكسس هنا ودوتس هنا كده، نعمل لون تاني ده هيبقى هيعمل هنا اكسس كده وهنا هيعمل ايه دوتس، فبرضه يبقى هنا الفلكس جوه يبقى اعلى من الفلكس بره، فايه فهيعمل بريشر لبره فيبقى بيحصل ما بينهم ايه ريبلشن. طيب ده اللوجيك الاولاني يعني، فايه اللي بيحصل منهم مين فيهم الصح؟ يعني بيحصل اتراكشن ولا ريبولشن؟ طب هنا الاثنين في نفس الاتجاه وحصل ما بينهم ريبولشن، طبعا ده غلط. هنا الاثنين عكس الاتجاه وبيحصل ما بينهم ريبولشن، في الحاله دي ايه؟ صح. دول في ده عكس الاتجاه بيحصل ما بينهم اتراكشن، ده غلط. او ممكن نجيبها عن طريق ايه؟ ان انا اجيب الفيلد بتاع واحد فيهم واشوف ايه؟ اطبق بقى الليفت هاند رول عليها على واحد فيهم واشوف في اتجاه الفورس اللي هتوديه فين وهكذا. فيبقى انا عندي ايه؟ اتنين عكس بعض بيحصل ما بينهم ايه ريبولشن وخلاص. طيب نخش على اللي بعد كده، بيقول ايه an isolated an insulated straight wire passes tangent to a circular loop coincident to its plane. بيقول each of the wire and the loop carry current which diagram makes it possible to cancel the magnetic flux density at the center of the loop. طب حلو، الكرنت في الحاله او مثلا في ايه الكرنت رايح في الاتجاه ده، فلو جينا نطبق الرايت هاند رول يعني هنلاقي ان هنا اكسس وهنا دوتس، يعني يبقى عند السنتر من الاخر هيبقى في دوت. طيب وهنا لو جينا نطبق الرول بتاعنا نفس الكلام، هيبقى في هنا اكسس وهنا دوت. طيب وهنا لو جينا نطبق الرايت هاند رول في نمبر سي هنلاقي هنا اتكون اكس. طب وفي نمبر دي لو جينا نطبق الرايت هاند رول هنلاقي هنا ايه دوت. طيب انا يعني ده نتيجه ايه الكلام ده نتيجه الواير. طيب انا محتاج قصدي انا محتاج اللوب يعمل ايه عشان يكنسل بعضه، محتاج يكون الاتجاه عند السنتر بالعكس. طب طبعا ده بنعمله بالايه بالرايت هاند ايه رول هو كمان. طيب فهو مش عارف يعني هو هنا للاسف ما حطش اتجاه في ولا واحده منهم كلهم، فانا هقول ان انا لو في الحاله دي مثلا اتجاه الكرنت ماشي مثلا كده يعني ماشي كده، في الحاله دي كده يبقى انا عندي اتجاه الكرنت ماشي هنا ايه كده، فيبقى هما الاثنين ايه في الحاله دي يبقى هما الاثنين
عكس بعض، لان انا لو عملت الرايت هاند رول في الحاله دي يبقى هو عامل اكس هنا، تمام؟ في الحاله دي هيكنسل، انا محتاج ده يعمل اكس ده يعمل دوت، من الاخر ده واحد انتو وواحد اوت، فهو انا مش موجود في الاختيارات، فلو جت في الامتحان يعني ايه يبقى هم لازم يكون زي بعض، او ممكن نقول ايه ان هم محتاج يكونوا عند بوينت اوف تانجنسي نفس الدايركشن، يعني يبقى ده كده وده كده، قصدي عكس بعض، عكس بعض عشان يكنسلوا بعض عند ايه البوينت اوف تانجنسي بتاع الاثنين. يعني اي حد يفكر بقى باي طريقه يعني عادي مش مشكله. طيب نيجي النمبر 31 بيقول ايه؟ if the top of if the loop is made of one term تمام and you succeed to cancel the magnetic flux at the center of the loop then the current in the wire would be. طب يعني هنا معناها ايه؟ ان انا والله انا عندي نفس الحاله اللي فوق كده يعني هنا، طيب وبيقول ايه؟ يعني نفس الحاله دي كده وعندي current tangent هنا كده تمام؟ طيب يعني لانه كان اللي فوق تقريبا السؤال اللي فوق كان بيقول نانسر 30 و31 هو نفس السؤال. طيب في الحاله دي انا عايز هو الاثنين ايه يحصل لهم، يعني عشان يحصل فانش احنا اتفقنا ان واحد فيهم يبقى يعني لازم يبقى واحد اكس، واحد يسبب فلوكس اوت اوف ذا فيديو والثاني انتو ذا فيديو. طب طب كماجنتيود وايز بقى انا هنا هقول ان انا عندي بتاع اللوب بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن ان ميو تمام اي لوب هنسميه اي ال اوفر 2 ار. طيب ايكوال الكرنت هنا يبقى ميو اي هنسميه واير مثلا اوفر 2 باي دي. طيب الميو نفس الميو وهنا قال لي ان الان ب 1. طيب وال 2 هتروح مع ال 2 وفي الحاله دي الديستانس هي هي نفس الايه؟ الريديوس بتاع السيركل فالار هتروح مع الدي. هيبقى لي والله ان انا عندي الاي ال ايكوال اي دبليو اوفر باي. طيب هو بيقول لي ايه بقى؟ عايز يجيب البتاع الواير تمام ريلاتيف تو بتاع ايه؟ اللوب. يبقى انا عندي اي واير اوفر اي لوب تمام ايكوال باي اللي هي كام 3.14 يعتبر ابروكسيمتلي. يبقى انا عندي الكرنت بتاع الواير هيكون تقريبا سلايتلي جريتر ذان 3 تايمز اللي هي 3.14. فدي كده ايه الانسر بتاعنا. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ A metal ring of radius r is connected to an electric circuit at two points at the end of a diameter. بيقول when an electric current is passed through the circuit the magnetic flux density produced at its center equals. طب حلو الحاله دي يعني الكرنت ماشي كده. طب لما يجي يخش اللوب ده من الاخر كده اللوب ده بالنسبه لي عباره عن ايه؟ عباره عن واير، يعني الجزء ده عباره عن واير وده عن واير، فالاثنين بما انهم نفس الماتيريال ونفس كل حاجه فيعتبروا تو ريزيستورز. طب انا عندي كرنت داخل على تو ريزيستورز والاثنين ايكوال هيتقسم لايه؟ هنا هاف اي وهنا هاف اي. طب حلو والله. طب عند السنتر بقى لو انا خدت بالي نتيجه الجزء الفوقاني ده لو انا جيت ابلاي الرايت هاند رول هلاقي ان هو عمل لي اكس عند الايه؟ السنتر. ونتيجه اللي تحت ده الكرنت اللي ماشي تحت ده لو انا جيت اطبق الرايت هاند رول هلاقيه عامل لي ايه؟ دوت عند السنتر. يعني ده عامل اكس وده عامل دوت. فالاثنين ايه؟ زي بقى يعني ده الاثنين عكس بعض، يعني واحد داخل جوه البيج والثاني ايه؟ اوت اوف ذا بيج. طيب والاثنين هيعملوا ايه؟ فلكس في النص بيه عباره عن ايه؟ بتاع كل واحد فيهم عباره عن هاف ده اللي هو النمبر اوف تيرنز ميو هاف اي اوفر 2 قصدي اوفر 2 ار، لان الاثنين نفس الريديوس وكل حاجه والاثنين كل واحد فيهم هاف بتاع يعني نص لفه. الاثنين نفس الماجنتيود وعندهم عكس الدايركشن، ففي الحاله دي الاثنين ايه؟ هيكنسلوا بعض. يبقى الماجنتيك فلوكس دنسيتي بروديوسد ات ذا سنتر ويل بي ايه؟ زيرو. يبقى الانسر هي هتبقى رقم دي لانهم هيكنسلوا ايه؟ بعض في الحاله دي. طيب نخش على بعد كده. كام 33 بيقول لي ايه؟ ايكوال كرنتس فلو ثرو تو بارل وايرز ان اوبوزيت دايركشن. تمام. يبقى انا عندي تو بارل وايرز. تمام. والكرنت بيفلو فيهم اوبوزيت دايركشن تمام فيهم تو يبقى ده اي برضو ده اي.
which statement is true؟ طبعا احنا قلنا في الحالة دي ايه؟ ان هما الاتنين بيحصل ما بينهم ريبولشن، فيبقى بي غلط، وبيبقى الماجنتيك فلكس از هاي بتوين ذم، ده احنا قلناه. والنيوترال بوينت ما بتبقاش، بيبقى اصلا في الحالة دي ايه؟ نيوترال بوينت ده اللي احنا قلنا ايه عليه، يبقى مفيش اصلا نيوترال بوينت، يبقى نو نيوترال بوينت ايه اكزيستس. طيب رقم 34 بيقول لي when half of a solenoid is removed and then connected to the same battery. طيب ignoring its internal resistance, what would happen to the magnetic flux density at an interior point on its axis. طب حلو، عارفين ان البي عباره عن ايه؟ عن ميو اي في النمبر اوف تيرنز اوفر ال. طيب بالنسبه لل نشوف البارامترز ايه اللي هيحصل. طيب احنا قسمناه النص، تخيلوا مثلا عندي سولينويد في 20 لفه مثلا، والطول بتاعه ال مثلا 1 متر. في الحاله دي هيبقى الايه؟ ال ان اوفر ال اللي هو بنسميها ال ان سمول هتبقى عباره عن 20 اوفر 1. طب لو قسمناه النص هيبقى 10 لفات في نص متر اللي هو ال ان برضه السمول دي، تطلع لي بكام؟ ب 20 برضه. يبقى في الحاله دي ال ان اوفر ال ايه؟ ثابت، والميو ثابت. طب ايه اللي هيحصل للاي؟ السولونويد ده عباره عن نوع من انواع المياه، يعني عباره عن سلك في الاول وفي الاخر، فاي سلك يبقى له ايه؟ ريزيستنس. طيب انا ومتوصل لايه؟ لنفس الايه؟ البتري. وبيقول لي اجنور الانترنال ريزيستنس بتاعها، فانا عندي ان ايه؟ ان الاي عباره عن في اوفر ار. طب لما انا اقصه للنص يبقى الار بتاعته ايه؟ انا عارف ان الار عباره عن رو ال اوفر اي، يبقى انا عندي الار دايركت بروبورشن مع ال. طب لما ال بتاعه هيقل للنص يبقى الار هيحصل لها ايه؟ هتقل هي كمان للنص. طب في الحاله دي يبقى انا عندي الفي اوفر ايه؟ هاف ار هيديني 2 اي. يبقى في الحاله دي الاي ايه؟ هيدبل. فيبقى انا عندي الحاله الجديده تبقى عباره عن ميو 2 اي ملتضايق باي ان سمول. ده كده البي الجديده اللي هو يعتبر ايه؟ 2 من البي ايه القديمه. يبقى هي هيحصل لها ايه؟ increases to ايه؟ دبل. طيب نخش على المساله اللي بعد كده. بيقول a straight wire is coiled as one circular turn and connected to a cell. Then it is coiled as four circular turns and connected to the same cell. The ratio of the magnetic flux density in the second case relative to the first case. طيب حلو. بيقول والله أول مرة أنا عندي إيه؟ straight wire. straight wire أهو. لفيته لـ one circular turn and connected to a cell. يبقى أنا عملت باتري كده. وصلتها ايه؟ تمام؟ ليه يعني عملت سيركلر كويل ووصلت له من الاخر كرنت كده مثلا، يعني بطريقه ما مثلا، وايه اللي حصل؟ عملته. طيب يبقى انا عندي في الحاله الاولانيه ايه بقى؟ ان البي ايكوال ان ميو اي اوفر 2 ار. في الحاله الاولانيه انا كان عندي سيركل، عملته سيركل واحده ليها ار. تمام؟ يبقى في الحاله الاولانيه انا عندي ال بتاع السلك بقت عباره عن 2 باي ار 1. يبقى انا عندي ار 1 يبقى ان 1 ميو اي 1 ميو اي 1 اوفر 2 ار 1. طيب في الحاله الثانيه بيقول لي ايه بقى؟ then it is coiled as four circular turns. يبقى في الحاله الثانيه ان ال بقت عباره عن 2 باي ار 2 بس الكلام ده كله ملتضايق باي ايه؟ باي 4 لانها بقى عندي اربع لفات. فكل لفه لها نفس الريديوس يعني اللي هو ار2. طيب بيقول لي ايه؟ then the ratio of the magnetic flux density in the second case relative to the first case. طيب في الحاله الثانيه انا عندي ايه؟ ده كده البي 1 والبي 2 عباره عن ان 2 ميو اي اوفر 2 ار2. طب انا عايز اجيب ريليشن، انا عارف مثلا في الحاله دي ان انا عندي ال ان 1 اوفر ان 2 equal 1 over 4. طب انا عايز ريليشن برضه ما بين الار 1 والار 2. طيب في الحاله دي انا كان عندي نفس اللينث بتاع الواير اتحول للواير، يعني نفس الواير مره اتعمل لفه ومره اتعمل اربع لفات، فنفس اللينث ثابت. انا ممكن اساوي 2 باي ار 1 اقول ان هي ايكوال 4 ملتلاي باي 2 باي ار 2. يبقى ال 2 باي هتروح مع ال 2 باي. يبقى انا عندي في الحاله دي ار 1 اوفر ار 2 ايكوال 4. تمام كويس قوي. الديفايد بقى ايه؟ يعني بي 1 اوفر بي 2. يبقى انا في الحاله دي عندي بي 1 اوفر بي 2 هيكوال كام بقى؟ هيقول ان 1 ميو اي لانهم نفس الكرنت لانهم نفس البتري
ونفس الطول over 2R1 multiplied بقى by 2R2 over N2 mu i. الميو i هتروح مع الميو i وال2 هتروح مع ال2، هيبقى لنا ايه بقى؟ N1 R2 حلو over N2 R1 ده كده اللي هو البي 1 اوفر البي 2. طب انا عندي في الحاله دي انا ممكن اقول ان ال N1 اوفر ال N2 ايكوال R2 اوفر R1. طيب يبقى انا عندي هنا ايه؟ ال N1 اوفر ال N2 بكام؟ ال N1 اوفر ال N2 عندي بكام؟ ب 1 اوفر 4. وال R2 اوفر R1 ايكوال يعتبر هم كمان 1 اوفر 4 لان R1 اوفر R2 يبقى في الحاله دي 1 اوفر 4 هي كمان. يبقى ايكوال ايه؟ 1 اوفر 16. يبقى في الحاله دي بيقول ذا ريشيو اوف ذا ماجنتيك فلكس ان ذا سكند كيس، احنا كده جبناه بي 1 لبي 2 ايكوال 1 ل 16. يبقى لو العكس بقى يبقى بي 2 ريلاتيف تو بي 1 في الحاله دي هتبقى كام بقى؟ تبقى عباره عن 16 ايه؟ 2 1. يبقى ده كده ايه الانسر بتاعتنا. طيب الشغل اللي بعد كده بيقول a device is designed to operate on the basis of magnetic effect of a electric current a. طبعا معروف ان اللي بيشتغل ايه بالماجنتيك افكت اوف الكتريك كارنت هو الايه؟ الموتور. ده معروفه يعني. والجلفانوميتر والحاجات دي. يعني هو الجلفانوميتر معمول بنفس فكره الموتور. طيب 37 بيقول ايه؟ two concentric circular loops x and y placed vertically in one plane. بيقول ان الكتريك كارنت اوف ايكوال intensity flows through each of them in the same direction. بيقول ايه؟ if one of the two coils is rotated about its vertical axis by a 90 degree the magnetic flux at their common center اللي هيحصل. طب حلو. اول الكيس الاولانيه بيقول لي ايه؟ ان انا والله الاثنين عندي two concentric circular loops عاملين كده. تمام؟ والاثنين ايه؟ of equal intensity flows ايه؟ through each of them او و in the same direction يعني ده رايح كده مثلا وده رايح كده. في الحاله دي كيس مثلا دي ده يعمل لي اكس هنا والله ده هيعمل لي اكس مفيش مشكله. طيب يبقى في الحاله دي لو ده بي 1 وده بي 2 يبقى عند السنتر هجمعها او بي 1 بلس بي 2. طيب في الحاله دي بقى بيقول لي ايه؟ لو واحد فيهم لف 90 ديجري ايه اللي هيحصل للماجنتيك فلكس؟ في الحاله الثانيه هيبقى انا مثلا والله عندي ده عامل كده وده عندي ايه عامل كده. والله مثلا ايه ده الفيلد بتاعه ليتس سي هيبقى رايح كده وده الفيلد بتاعه يبقى رايح كده. في الحاله دي الاثنين بيربنديكولار فبقى عندي ان البي ايكويفالنت بتاعهم عباره عن سكوير روت بتاع بي 1 سكوير بلس بي 2 ايه سكوير. طبعا احنا عارفين ان انا عندي لما بجمع الرقمين اكبر من ان انا ايه لما بعمل سكوير روت للرقمين. يعني كنت تجربوها يعني مثلا نسيوم ارقام مثلا دي 3 و 4 لو عملنا دي 3 و 4 تبقى 7 ولو ده مثلا 3 4 هيطلع ده 5. في الحاله دي فعلا ايه يعني في الحاله الاولانيه اكبر من الحاله الثانيه. يبقى الماجنتيك فلكس دينستي ات ذا كومن سنتر ايه اللي هيحصل له بقى؟ هيحصل له ايه؟ ديكريزز. طبعا البروف بتاع الكلام ده ممكن يتعمل بحاجه بالماس سهله يعني بس مش احنا مش وقت ماس دلوقتي. طيب بيقول لي بقى رقم 38 بيقول الماجنتيك نيدل از بليسد ان ذا ماجنتيك ميريديان اوف ايرث ا ستريت واير carries an electric current and passes over the needle perpendicular to its axis. بيقول the magnetic needle is not affected as expected. The reason could be. طيب نشوف كده. طيب دلوقتي انا عندي اهو في current معين ماشي في قلب النيدل دي فالمفروض انا عندي ايه؟ يعني الفكره بتاع الكومبس عامه او النيدل بتاع الكومبس بتتحرك على اساس ايه؟ الماجنتيك فيلد بتاع الارض. طيب المفروض برضو لما يمشي في كارنت في الحاله دي وفي نيدل يعني المفروض النيدل تتاثر بالماجنتيك فلوكس نتيجه نتيجه الكارنت اللي ماشي ده. يعني ده اصلا هم اكتشفوا الماجنتيك افكت الكتريك كارنت عن طريق الاكسنت يعني لما يعني واحد من الساينتست لقى ان الكومبس بتاثر بالنيدل بتاعها بتاثر بالكارنت اللي ماشي في الواير. طيب دلوقتي لما انا عندي واير ماشي فيه كارنت حلو وما حصلش ديفيشن للنيدل نتيجه الفلكس ده فايه بقى اللي ممكن يكون السبب؟ هنا ممكن يكون السبب ايه بقى؟ ان انا عندي
الماجنتيك فيلد بتاع نتيجة الكرنت الدايركشن بتاعه هو نفس ايه الماجنتيك فيلد بتاع ايه الارض. فده ايه could be the reason يعني لما الماجنتيك فيلد اوف ذا كرنت وينس وذ ذا ايه ايرثز ماجنتيك فيلد. طيب لو واحد فيهم قوي والتاني ضعيف برضو ايه هيتغير يعني السمشن بتاعه اظن ممكن مختلف يعني. طيب بيقول ايه if the turns of a solenoid are stretched regularly to double its length. طيب بيقول when connected to a circular a particular circuit the magnetic flux density at the central point of the axis will be. طب حلو في الحاله الاولانيه مثلا let's say بيقول if the turns of a solenoid are stretched regularly to double its length. طيب انا عندي سولينويد اهو تمام فكان عندي مثلا تو السنترال اكسس ال وكان عندي نمبر ان فطلع ايه ان اوفر ال. طيب حلو اللي هو الان هسميها ان 1 مثلا. طيب بيقول ايه اللينث هي دبل يعني مثلا بعتبر وسعناهم كده 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 طيب فبقى الايه بيقول ان اللينث بقى دبل. طيب في الحاله دي هيبقى الان 2 عباره عن ان لانها نفس عدد اللفات اوفر 2 ال فالان هيحصل لها ايه؟ هتقل يبقى انا عندي الان هتقل. طب ما انا عندي ان البي عباره عن ميو اي يعني هو بيقول لي ايه؟ نفس السيركت يعني حصل لها نفس السيركت بالظبط نفس الباتريز ونفس الكلام ده كله ملتبلاي باي ان. طيب في الحاله الثانيه الان ايه؟ قلت يبقى ايه اللي هيحصل للبي؟ هي كمان ايه؟ هتقل يبقى هيحصل لها ايه؟ ديكريز. طيب نكمل نخش على اللي بعده يقول ايه in the opposite figure بيقول يعني 40 41 مع بعض يقول ايه two straight wires carry electric currents in one direction the grid indicates that spacing is evenly distributed which points which point you expect to be neutral point. حلو المفروض ده يعني هي بس في مشكله المفروض بالظبط كده ده الواير الاولاني كده مثلا يعني في شيفت هنا في الرسمه ما اعرفش يعني ليه ده مثلا الواير الاولاني اللي فيه 2 اي وهنا دي عندي البوينت سي ودي البوينت بي ودي البوينت ايه ده الكرنت الثاني اللي فيه اي ودي بوينت ايه ودي بوينت ايه دي الرسم عشان نبقى واضحين. طيب في الحاله دي عايز النيوترال بوينت بما ان الاثنين فيهم نفس الكرنت يعني قصدي الكرنت في نفس الدايركشن النيوترال بوينت ايه اتفقنا هتبقى في النص يبقى ايه اكسكلودد ودي اكسكلودد. طيب عايزين نجيب النيوترال بوينت اتفقنا بقى ايه في رول بتقول لنا ايه ان انا والله ان انا لو عندي تو يعني نيوترال بوينت دايما بتبقى ايه قريبه للسلك اللي فيه كرنت ايه اقل فطبعا من الرسم اللي موجود قصادنا الكرنت الاقل هنا فيبقى النيوترال بوينت طبيعي عند ايه عند بي ده الانسر بتاعتنا على طول يعني او ممكن حد عايز يجيبها ماثيماتيكال يعني مش عارف يجيبها باللوجيك نقول والله انا عندي الكرنت الاولاني ميو وعايز اجيب النيوترال بوينت تمام اوفر يو اي اوفر 2 باي دي 1 ايكوال هسميه اي 1 او اي وخلاص ميو هنا 2 اي اوفر 2 باي دي 2 ده هيكنسل مع ده وده هيكنسل مع ده وده هيكنسل مع ده هيبقى لي ايه ان دي 2 اوفر دي 1 ايكوال 2 يعني وده اللي اتحقق هنا اللي هو ايه ان دي ضعف المسافه بين دي ودي. طيب بيقول ايه the net magnetic flux density due to the current is equal at points A و A. طيب مبدئيا كده انا عندي B 0 خلاص. طب عايزين نشوف عند البوينت C الكرنت هيبقى عباره عن ايه بقى؟ والله مثلا احنا ممكن نسمي كل مربع نسميه X حلو دي X ودي X ودي X. طيب تعالوا نجيب ايه؟ عند A و C و D لان خلاص B استبعدناها لانها neutral point خلاص. فنقول عن كرنت والله عند ال طبعا عارفين ان عند سي منطقه اديشن وعند دي واي سبتراكشن. طيب
تعالوا مثلا هنا نشوف عند ايه. طبعا الكرنت هنا هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن ميو، قصدي البي عند ايه؟ عباره البي بتاعنا عباره عن ايه؟ بتاع الاولاني ميو اي اوفر 2 باي اكس. طيب الناحيه يعني بما ان دي منطقه سبتراكشن هنقول ماينس ميو ملتبلايد باي 2 اي اوفر 2 باي، هنا ما بين البوينت دي والكرنت ده هيبقى عباره عن ايه؟ عن 1 2 4 اكس. تمام، حلو قوي. طيب ممكن نطلع الفور دي فوق فتبقى ايه؟ 2 اوفر 4 اللي هي هاف. هنلاقي ان هي عباره عن ايه؟ عباره عن هاف. تمام، ده كده البي عند بوينت ايه؟ عباره عن هاف ميو اي اوفر 2 باي اكس. ممكن نجيب البي عند سي. البي عند سي عباره عن ايه؟ بي عند سي ايكوال طبعا قريبه من هنا، دي منطقه سبتراكشن، قصدي سوري معلش اللي بره منطقه اديشن، انا غلطت، دي غلطه مني انا اسف، بره منطقه اديشن جوه منطقه سبتراكشن، فالنتيجه دي غلط، فيعني هتبقى عباره عن ايه؟ تبقى عباره عن احنا المفروض هنقد على ده، فيبقى ممكن ناخد الهاف دي بره، فنقول ان هي عباره عن ايه؟ عن 3 اوفر 2 ميو اي اوفر 2 باي اكس. طب هنا عند سي سبتراكشن، طيب هيبقى الكرنت الكبير نتيجه قريب من يعني خلاص دي قريبه من الكبير والكرنت بتاعه كبير فيبقى هو الاكبر، فنقول ان هو عباره عن ايه؟ ميو 2 اي اوفر 2 باي اكس ماينس الثاني ميو اي اوفر 2 باي عند السي هنا ده 2 اكس. طيب ممكن نقول ان هو عباره عن ميو، ناخد ال 2 دي نطلعها فوق بهاف. تمام، فممكن يعني هاف اي، ممكن نقول ان هي هاف اي. تمام، نخش نقول ان هي ايه بقى؟ فلما نعمل سبتراكشن هيبقى 2 ماينس هاف 3 اوفر 2، 3 اوفر 2 ميو اي اوفر 2 باي اكس. هما الاثنين كده قد بعض عند الاي وعند السي، بقى اي اند سي قد بعض. طبعا عند الدي لما نيجي نعملها تطلع حاجه مختلفه، يعني هنسبتراكت ده من ده، يعني المره دي هيبقى ايه؟ هنسبتراكت ده، هنقول مثلا ميو ملتبلايد باي 2 اي اوفر 2 باي اكس ماينس ميو ملتبلايد باي اي اوفر 2 باي ملتبلايد باي 4 اكس وخلاص، يعني هنطلعها. فيعني كده ايه؟ بس طبعا دي مش هتطلع قد دول يعني، فعشان كده الانسر ايه؟ انسي. طيب نخش على اللي بعدها، النمبر 24 ده المفروض في الترم الثاني مش عليكم دلوقتي. طيب رقم 43 بيقول ان الكترون موفز ان ذا بلين اوف ذيس بيبر توارد ذا توب اوف ذا بيج. بيقول ان ماجنتيك فيلد از اولسو ان ذا بلين اوف ذا بيبر اند از دايركتد ايه؟ توارد the right of the page. طيب بيقول ايه is the direction of magnetic field magnetic force هيبقى فين؟ طيب تعالوا نشوف individualize كده. بيقول ان انا عندي magnetic، بيقول ان انا عندي electron تمام بيتحرك towards the top of the page، ادي الالكترون اهو. طيب وبعد كده بيقول لي ايه؟ magnetic field بيبقى towards the right، يبقى right. يبقى انا عندي انا ممكن والله اجيبها بايه؟ بطريقتين. اول طريقه ان انا اسيوم ان انا عندي انا عارف ان انا الكرنت بتاعي يعني بالليفت هاند رول عادي، يبقى بجيب البي والاي عندي ليفت هاند رول. طيب هجيبها ازاي؟ والله انا ممكن اقول ان انا عندي ان اتجاه الكرنت عكس اتجاه الالكترونز، معروفه الالكترون بيتحرك كده الكرنت عكسه، يبقى انا عندي الاي لتحت. طيب يبقى انا ممكن اجيبها كده ادي البي وادي الاي والله اهو لتحت. طيب هعملها بقى بالايه؟ بالليفت هاند رول، هلاقي ايه؟ لو انا عملتها بالليفت هاند رول هلاقي ان هو ايه؟ اوت اوف ذا بيج. تمام؟ هو اوت اوف ذا بيج. طب والله ايه؟ هم ثلاث طرق مش طريقتين. ممكن زي انا الطريقه اللي انا كنت قلت عليها من شويه بتاعت الاكسيز اللي هو افيجواليز الاكسيز بتاعتي. فانا هنا مثلا كي وهنا اي وهنا جي. طيب انا عندي البي، انا عندي يعني اتجاه الكرنت بتاعي في النيجاتيف كي، ادي نيجاتيف كي اتجاه الاي كروس اتجاه البي، اتجاه البي رايح في البوزيتيف جي،
ادي بوست في جي اهو. طيب النيجاتيف هيطلع بره، وعندي كي يعني هو اي جي كي تمشي كده. طيب في الحاله دي هيبقى انا عندي ايه؟ كي كروس جي هيديني ايه؟ نيجاتيف اي. طيب يبقى ايكوال النيجاتيف في النيجاتيف يبقى بوزيتيف يبقى اي. يبقى في الحاله دي الاي دي اللي هي فين؟ اوت اوف ذا بيج اللي احنا طلعناها. طيب نيجي لحاله ايه؟ اخرانيه اللي هو ايه؟ اللي هو نعمل الرايت هاند رول، يعني اللي هي المفروض يتجاب بيها اصلا القانون ده، اللي هو هنروح من الاي للبي. طب لو رحنا من الاي للبي وحركناها بالرايت هاند رول مش بالليفت المره دي، لو رحنا من الاي للبي بالصوابع بتاعنا هنلاقي ايه؟ ان هي اوت اوف ذا بيج فعلا. طب احنا استخدمناها اي طريقه فقشطه. طيب نيجي بعد كده النمبر 44 وات رول، بصراحه مش فاكر الاسامي يعني، كنت شايفها عندكم في الكتاب يعني. طيب بيقول ايه؟ A wire carries an electric current is placed in different positions M, N and B in the magnetic field directed into the page. بيقول لي والله ايه بقى؟ Which case the force acting on the wire is greatest. طيب المفروض انا عندي ايه؟ الفورس عباره عن B I L sin theta، كلهم فيهم نفس الكرنت المفروض، كلهم عندهم نفس ال B، كلهم نفس ال L. الفكره فين بقى؟ في sin theta. حد متسرع او متهور شويه يقول لي والله ايه ده مثلا ده مايل ومش عارف ايه، فالثيتا مختلف. طبعا الكلام ده غلط نهائي. ليه؟ انا عندي اتجاه الكرنت اهو، وده ايه؟ انتو ذا بيج. فانتو ذا بيج يعني رايح كده، تمام اهو داخل جوه، فبرده الاثنين هنا بيربنديكولار. طب لو برده هنا انتو ذا بيج داخل جوه كده، فهم برده الاثنين بيربنديكولار. هنا انتو ذا بيج داخل كده، فهم برضو الاثنين بيربنديكولار. ففي الحاله دي انت هنا عندك ده بيربنديكولار على البلين ده كلاته. في الحاله دي هم كلهم بيربنديكولار في 3 كيسز، يبقى الثيتا بايه؟ ب 90 في الثلاثه كيسز. في الحاله دي ايه؟ يبقى انا عندي كل البوزيشنز ايكوال، لان انا عندي نفس الثيتا اللي هي بايه؟ ب 90. دي محتاجه تخيل شويه يعني، حد مثلا ممكن يحط صبعه كده ويعمل بيربنديكولار، هتلاقي يعني صبعك مثلا ممكن تحط قلم مثلا جوه وتحرك قلم تاني بنفس الدايركشنز، لان هو في كل البوزيشنز عاملين ايه؟ رايت انجل مع بعض، عشان تفيجواليز الكلام ده يعني. طيب نخش على بعد كده. بيقول ده فيجر illustrates a rectangular loop carrying an electric current and placed between the two poles of a magnet. حلو. Which combination of data defines correctly the polarity of the magnet and the coil terminals to result in the يعني certain direction of a rotation. طيب حلو، تعالوا ناخد الاولانيه. بيقول ايه؟ انا عندي هنا ان 1 ده هيبقى النورث، و 2 هيبقى الساوث، و 3 هيبقى بوستيف، و 4 هيبقى نيجاتيف. طيب تعالوا نشوف هل ده فعلا هينتج عنده كلوك وايز ولا لا. طيب في الحاله دي انا عندي اتجاه الفيلد رايح من النورث للساوث، اتجاه الفيلد كده، اتجاه الكرنت المفروض هنا رايح كده وهنا رايح ايه؟ كده. طيب لو جينا نابلاي الكلام ده، يعني لو جينا نابلاي الكلام اللي موجود ده، هنلاقي والله ان هنا السايد ده هيتحرك لفوق والسايد ده هيتحرك لتحت، فده هينتج عنه ايه؟ موفمنت في الدايركشن ده كده، اللي هو كاونتر كلوك وايز. طبعا نمبر ايه تبقى غلط. طيب نيجي مثلا نجرب نمبر سي. بيقول لي ايه؟ ادي نورث وادي ساوث وادي بوزيتيف وادي نيجاتيف. فاحنا هو نفس الاولانيه اللي احنا قلنا ايه؟ ان هو فعلا ده هيبقى كده، ده هيبقى كده، لان احنا جربنا دي لان هي عكسها، فيبقى فعلا ايه؟ الموفمنت كاونتر كلوك وايز زي ما احنا ايه؟ قلنا. يبقى رقم سي هي ايه؟ الصح. طيب خش على بعد كده. بيقول ايه؟ The figure shows different positions of a rectangular A loop carrying an electric current in a magnetic field. Which choice is the correct arrangement for the torque acting A on the coil؟ في الحاله دي فعلا ايه؟ الماجنتيك فيلد مختلف، فنقدر نحسب الانجل. طب الانجل بتقول لي، الرول بتقول لي ايه؟ بتاع التورك بيقول لي ان هي عباره عن بي اي A N sin theta. بيقول ان دول ايه؟ عباره عن ريكتانجلر كويلز، فانا ممكن نقول ان ال N بواحده
والبي هو هو والاي هي هياها والاريا نفس كل حاجه لانهم ايدنتيكال. طيب الفكره بقى هنا في الساين اي ثيتا. طب الثيتا بقى في الحاله دي انهي الثيتا بقى؟ الثيتا هي الانجل ما بين النورمال تو كويل اند فيلد. طيب هنا النورمال تو كويل هيبقى رايح كده. طب هو بارل للفيلد يبقى الانجل بزيرو، قال اصلا بزيرو مش تنفع. طب هنا السي هتبقى ماكسيموم، اهو ده بيربنديكولار اهو وده كرنت رايح كده، قصدي الفيلد رايح كده، فيبقى ايه الانجل بكام؟ ب 90 اهي. يعني في الحاله دي هي ايه 98 ديجري. يبقى اكبر حاجه ويتش يبقى اكبر حاجه سي. طيب بعد كده بقى ايه الاقرب للهوريزونتال هيبقى ايه بي. يعني مثلا هنا اهو ده الانجل بتاعته مثلا بيربنديكولار عليه يبقى عامل كده، ودي الانجل يعني ده تبقى الانجل ما بين البيربنديكولار والفلكس، ودي هنا الانجل ما بين البيربنديكولار والفلكس، فهتبقى اصغر هنا. يبقى انا اكبر حاجه سي، بعد كده بي اللي هو اقرب ما يكون للهوريزونتال، بعد كده اي، بعد كده اي دي اللي هي اصغر حاجه اللي هي بزيرو، يبقى سي بي اي دي. يبقى سي بي اي دي سي بي اي دي اهي. ان انا بحس ان ده اقرب للفيرتيكال، هو اقرب للبوزيشن ده طب زيرو. طيب بيقول ايه؟ In the previous question you see as you see the torque acting on the coil varies depending on the coil position. To avoid this in the design of moving coil galvanometer بنستخدم ايه؟ بنستخدم curved magnetic balls اللي هو بنستخدم ايه؟ concave magnetic balls. تمام، هي بنستخدم ايه؟ surrounded by concave magnetic balls. ان الconcave magnetic balls دي في اي بوزيشن فيها بيبقى دايما ايه؟ ده توارد الفيلد رايح towards the center. towards ايه؟ السنتر، towards the center. فيبقى في كل البوزيشنز بيبقى ايه؟ perpendicular. في الحاله دي انت في اي وضعيه انت فيها بما انك عند السنتر فيبقى ايه؟ perpendicular عندك. او بي افويد او بروفايد من الاخر constant magnetic field يعني. نيجي ل 49 بيقول لي ايه؟ A rectangular loop with certain dimensions carrying a current of ايه؟ 4 امبير and placed in a magnetic field of 0.6 تسلا. بيقول the magnitude of the torque acting on the loop when it makes 60 degree angle with the field. تمام. بيقول what is the area of the loop؟ what طب حلو. انا عارف ومديني الماجنتيود بتاع التورك، انا عارف ان التورك عباره عن بي اي اي ان ساين ثيتا، يبقى الاريا عباره عن ايه بقى؟ عباره عن التورك اوف اوفر بي اي ساين ثيتا. طيب ان طبعا هو ما جابش هنا سيره الان فانا اعتبرها ب 1 يعني. طيب يبقى عباره عن 1.1 اوفر 4 ملتبلاي 0.6 الثيتا بقى هنا. بيقول لي ايه؟ ان الكويل تمام makes an angle 60 with the field او 60. طب هل دي اللي انا عايزه؟ لا، انا عايز الانجل ما بين البربنديكولار على الكويل والفيلد. طيب ده كده بربنديكولار اهو وده يعني ده يعني بربنديكولار، فدي الانجل دي كلها ب 180 فدي 60 ودي 90 يبقى دي بكام؟ ب 30. يبقى الانجل في الحاله دي بكام؟ بس ايه؟ ب 30، يبقى ساين 30. طبعا لو جيت تجربوها مش هتلاقوا حاجه في الاختيار سنة لان هو عاملها انها 60 وطبعا ده غلط. طيب نخش على اخر واحده بيقول ايه؟ A rectangular loop carries a current of ايه؟ 10 امبير having a dimensions of ايه؟ 10 سنتيمتر and 20. يعني ده 20 ده 20. طبعا الكرنت ماشي اهو، الكرنت ماشي كده ماشي كده ماشي كده. طيب وده طبعا ايه؟ دي 10 سنتيمتر. طيب بيقول ايه؟ A wire carrying an equal current is placed in the loop is placed in the loop plane نفس البلين يعني نفس المستوى 10 سنتيمتر from the nearest side to the loop. اهو تبقى مثلا كده 10 سنتيمتر. طيب بيقول لي ايه؟ وبيديني البرميابيلتي كذا، الرقم بتاعنا اللي هو معروف 4 باي مطلوب باي 10 باور نيجاتيف 7 ويبر اوفر امبير متر. What is the net force acting on the loop؟ والله مفيش مشكلة عادي خالص. طيب احنا عايزين نجيب ايه؟
النت بي هنا. ده مثلا هيبقى عامل ايه عند الحته دي كده؟ ده هيبقى عامل اكسس، يعني ثانيه، ده هيبقى عامل اكسس، واللي فوق ده هيبقى عامل، هنقول ده كده اهو، هيبقى عامل دوتس هنا عند الحته دي. في الحاله دي هيبقى ايه؟ هنكنسل، يعني هي يعني هيبقى حاله سبتراكشن. وطبعا ايه، بما ان الاثنين فيهم نفس الكرنت، و احنا هنجيب البي ديو تو الاثنين دول. طب ليه مش هنجيب ديو تو الاثنين دول؟ لان احنا لو كملناه مع نفس الاكستنشن فيبقى بيعدي باللاي، فمش هينفع، يبقى دول كده ما لهمش اي افكت. ده اللي له افكت معانا. طيب بتاع يبقى احنا هنجيب بتاع 1 وبتاع، يعني هنجيب بتوع التو سايدز ونسبتراكت من بعض. طيب مين الاكبر؟ اتفقنا اللي هو عامل اكسس. ليه؟ لان هو اقرب والاثنين نفس الكرنت ونفس كل حاجه. طيب طبعا ايه كام اللي قلته، يعني ده كده ايه، لانه يعتبر الاثنين فيهم كرنت عكس الاتجاه، فبراهم هما الاثنين منطقه سبتراكشن. طيب فالبي هنا هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن ميو ملتبلايد اللي هي ملتبلايد باي اي اوفر 2 باي ار. تمام. طيب هنجيب بقى البي التوتال بقى في الحاله دي اللي هو عباره عن ايه؟ الميو بتاعنا اللي هي 4 باي ملتبلايد باي 10 باور نيجاتيف 7 ملتبلايد باي اي اللي هي 10 اوفر. بتاع الاولاني بقى اللي هو ايه؟ 2 باي ملتبلايد باي الديستنس في الحاله دي اللي هي دي 10 سم كده، يبقى ملتبلايد باي 0.1 ماينس 4 باي ملتبلايد باي 10 باور نيجاتيف 7 ملتبلايد باي 10 اوفر اوفر ايه بقى؟ 2 باي ملتبلايد باي 0.2. ليه؟ لان ده 10 وده 10 يبقى 20 سنتيمتر. طيب والله كويس قوي. هنعمل ايه؟ هنطلع يعني السبتراكشن ده. فهنلاقي ان لو حد هنا الباي هتكنسل مع الباي، تمام، وهنا الفور هتروح مع التو يبقى تو، وهنا الـ 0.1 هتكنسل، دي كانها 10 باور، يعني دي كانها 1 مطلوبه باي 10 باور نيجاتيف 1، فده هيطلع فوق فده يبقى 10 باور 2. وهيبقى الكلام ده كله عباره عن 10 2 مطلوبه باي 10 باور نيجاتيف 5. هنا ده هيطلع تقريبا، يعني عندنا هيبقى نص ده، هيبقى نص ده، فهيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن 10 باور نيجاتيف 5، فده ماينس ده هيطلع لنا ايه؟ 10 باور نيجاتيف 5 ايه؟ تسلا. طيب نيجي بقى لحاجه مهمه قوي، هي ان عندنا الفورس ايكوال بي اي ال ساين ثيتا. طيب بما ان يعني البي يا اما في الحاله دي هتبقى جوه البيج اللي هي بيربنديكولار عارفه ثيتا تبقى ب 1 ساين ثيتا ب 1، في الحاله دي هيبقى بي اي ال. في الحاله دي هنقول ان انا عندي الكرنت اللي انا عندي ده عندي ايه؟ في ذا سيم كرنت، تمام؟ يبقى 10 سم، يبقى في 10. طيب في الحاله دي بما انه في 10 يبقى انا عندي البي 10 باور نيجاتيف 5 ملتبلايد باي 10 ملتبلايد باي ال اللي هي كام؟ بي اي ال ال بتاعنا اللي هو قال ان هو عباره عن في الحاله دي ما جابش تقريبا، تمام ما جابش الحته دي. طيب معلش انا ده كده اللي هو عايز ده، ومفروض يبقى جيفن ال بتاعه فهيطلع لي الايه الانسر. ده اللي انا كده عملته ده غلط، معلش دي سوري مني. وعايز النت فورس اكتنج اون ذا لوب، يبقى المفروض نشوف البي اللي بيعملها ده
يعني المفروض نشوف البي اللي بيعملها ده على كل واحد فيهم لوحده، تمام، ونشوف اتجاه الفورس اللي بيعملها على كل واحد فيهم، وايه نعمل العكس، يعني هو بيشوف هيعمل فورس على ده بكام وفي انهي دايركشن، وفورس على ده بكام وفي انهي دايركشن، وايه ونطلعها. يعني هي دي الغلطه اللي عندي، اللي هو زي ما انا قلت كده، هنجيب الفورس اللي بتاثر ما بين ده وده، والفورس اللي ما بين بتاثر ما بين ده وده، تمام، ونشوف ايه اللي هيحصل. يعني مثلا ما بين ده وده عباره عن ميو اي 1 في اي 2 في ال ال اوفر 2 باي دي اللي ما بينهم، تمام. ال ال ده اللي هو الكومن لينث، ما ادنيش طول ده قد ايه، تمام، فهيبقى الجيب الكومن لينث ما بينهم اللي هو ال 20 سنتيمتر، تمام. او هنا ممكن نجيب برضو اللي هي ايه، نضرب ال ال هنا اللي هي الكومن تبقى برضو 20 سنتيمتر، مش تفرق، يعني انها تبقى ميوتشوال ما بين الاثنين. يبقى ده كده اللي بيأثرها مثلا على الايه الاولاني، ودي اللي بيأثرها على الثاني، ونشوف والله يعني هيبقوا ايه الاثنين. ده مثلا ما بينه وبين ده هيبقى في دايركشن، وما بينه وبين ده هيبقى في دايركشن، ونشوف ايه الاثنين ونسبتراكت في الاخر يعني. بس يعني دي الفكره بتاع المساله يعني، معلش على اللخبطه اللي حصلت دي يعني. طيب نرجع للسؤال اللي احنا كنا واقفين عنده، يعني في بتاع الكباستور. تمام، فتحت خلاص. بيقول هنا ايه، بيقول ان انيشيالي ان تشارجد بارل بليت كاباستور اوف كاباستنس سي از تشارجد تو بوتنشال ديفرنس في اكروس تو بارل بليتس باي ا باتري. بيقول ذا باتري از ذن ديسكونكتد، تمام، which statement is a correct. طيب في الحاله دي عايزين نشوف ايه الصح. يعني بيقول ايه، there is no charge on either plates of the capacitor. لا طبعا، هو يعني خلاص هو اتشحن عليه تشارج، الكلام ده غلط. The charge is distributed evenly over both inner and outer surface. طبعا الكلام ده غلط، لانها التشارج بتبقى distributed over الايه ال inner surface بس. طيب بيقول ايه، بيقول the capacitance of the capacitor number D, the capacitance of the capacitor increases by increasing the separation. طبعا C equal K epsilon naught A over D. فلما separation ما بين الاثنين بليت يزيد الكباستنس بتقل. طبعا دي غلط. C هي الصح بقى، اللي هو ايه؟ the magnitude of electric field outside the space between the two plates is approximately ايه؟ zero. يعني بره البليت كباستور بقى اهو. بره بيبقى الايه؟ الالكتريك فيلد بايه؟ بزيرو. جوه بيبقى الالكتريك فيلد رايح من البوستيف ده، مثلا ده بوستيف ده نيجاتيف، يبقى رايح بوستيف ده نيجاتيف، يبقى عباره عن ايه؟ عن الفي ما بين الاثنين اوفر ايه؟ السيبريشن ما بينهم. ده كده ايه؟ الانسر يعني. طيب يبقى هو ما بين، يبقى بره الالكتريك فيلد براهم اوتسايد السبيس اللي ما بينهم بزيرو. طبعا ده سبب قانون مش عليكم يعني. طيب بيقول ايه؟ A parallel plate capacitor of capacitance 10 microfarad is charged to 60 volt. تمام. طيب يبقى ده بقى يعني هو خلاص هو موجود نيجاتيف مثلا بوستيف وتشارجد لايه؟ ل 60 فولت وهو 10 مايكرو ايه فاراد. بيقول ايه؟ بيقول after disconnecting from the charging battery it's connected to another battery of EMF 20 فولت as shown. يقول ايه؟ What is the charge transferred from the capacitor to the cell؟ طيب ليه بقى بيقول كده؟ لان احنا هنا في الحاله دي هو كان عليه 60 فولت، فلما يتوصل بالباتري لازم فاينلي يبقى البوتنشال ديفرنس عليه، تمام، قد الايه البوتنشال ديفرنس بتاع الباتري دي، فيبقى في الاخر لازم هيبقى 20 فولت في الاخر. طيب ففي الحاله دي احنا عندنا كرنت بيمشي من الفولتج الاعلى للفولتج الاقل، في الحاله دي ايه الكرنت هيمشي من هنا، هيمشي كده كده كده، فمين اللي بيدي فيهم يعني؟ ففي تشارجز بتتنقل من الاخر يعني، في كرنت هيمشي من الاعلى للاقل لحد ما يبقى ده عنده ايه 20 ايه فولت. طيب طب يبقى احنا نقدر نقول ان في الحاله الاولانيه انا عندي عامه كيو ايكوال سي في، في الحاله الاولانيه الكيو 1 كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن سي اللي هي 10 مايكرو فاراد ملتبلايد باي ايه الفي الاولانيه اللي هي كانت كام؟ 60 فولت. طيب في الحاله الثانيه الكيو 2 بقى هتبقى عباره عن ايه؟
10 برضو مايكرو فاراد بس مالتبلايد باي كام بقى؟ 20، تمام؟ 20 فولت، لان احنا دي الكيو الثانيه. طيب الديفرنس ما بينهم بقى هيديني ايه؟ التشارج اللي اتنقلت من هنا. طب لو جينا نجيب في الكيس الاولانيه هيبقى بكام؟ هيبقى والله ادي الزيرو، والزيرو هيروحوا مع النيجاتيف 6 هيخليها نيجاتيف 4، فتبقى 6 مالتبلايد باي نيجاتيف 4 كولوم. الحاله الثانيه هيبقى عباره عن 2 مالتبلايد باي 10 باور نيجاتيف 4 ايه كولوم. طب يبقى لما نعمل سبتراكشن ما بين الاثنين بقى 6 مالتبلايد باي 10 باور نيجاتيف 4 ماينس 2 مالتبلايد باي 10 باور نيجاتيف 4 هيبقى بكام؟ ب 4 مالتبلايد باي 10 باور نيجاتيف 4 كولوم، اللي هي رقم بي. تمام، وكده نكون خلصنا النهارده ان شاء الله، واتمنى يكون الكلام ده مفيد ليكم في الامتحان ان شاء الله يعني. ولو حد عنده فيدباك او حاجه ممكن يبقى يكتبها في الكومنتس ان شاء الله. ربنا معاكم.